وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من الإسكندرية. كريم، بعد التحية حدثنا عن تفاصيل جولة رئيس الوزراء في محافظة الإسكندرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم، حيث بدأ الدكتور مصطفى مدبولي هذه الجولة التفقدية لعدد من المشاريع المختلفة، وأيضا تفقدات لبعض التطويرات الخاصة ببعض المشاريع. بدأنا في بداية الجولة بتفقد محطات رفع المياه الخاصة باستراتيجية إدارة التعامل مع مياه الأمطار. هذه الاستراتيجية وهذا المشروع يحتوي على 150 نقطة مختلفة داخل محافظة الإسكندرية. تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى منذ فترة ماضية، وهي ثلاثة محطات أو ثلاثة مشاريع إذا جاز التعبير، واليوم كانت بداية المرحلة الثانية وهي أيضا ثلاث محطات أخرى تم بداية العمل بها اليوم. هذه المحطات عبارة عن محطات لرفع المياه، وأيضا إيصال عن طريق مصبات مختلفة لجمع هذه المياه من شوارع الإسكندرية في محاولة للتعامل مع السيول المختلفة وموسم الأمطار، وخصوصا في ظل التغيرات المناخية الكبيرة التي يعني نشهدها هذه الأيام والأيام القادمة والأيام السابقة بشكل عام، ليتم صب هذه المياه في مكانين، إما مباشرة إلى البحر أو حتى إلى بحيرة الدلتا، يختلف حسب مكان المشروع. هذه كانت نقطة من النقاط الهامة. النقطة الأخرى كما ذكرتم كانت تفقد نفق أنور السادات. هذا النفق كان يسمى من قبل نفق 45، تم تطوير هذا النفق بالكامل، وتم تطوير المنطقة من حوله والشارع، وتم إنشاء ممشى سياحي جديد، وتم تشغيله بطريقة تجريبية، وأيضا بالإضافة لتنظيف المساحة الشاطئية وتوسعتها، يعني ربما بما شهدتها منطقة محافظة الإسكندرية من انتقادات كبيرة من المواطنين حول فكرة عدم وجود مساحات شاطئية، فتم التعامل مع هذا الأمر بزيادة المساحات الشاطئية المختلفة وتنظيفها وتنظيمها بشكل جيد، وأيضا رسم هذه المنطقة بصورة حضرية تشبه الإسكندرية، حتى أنها شبيهة بكوبري ستانلي المشهور والمعروف بمحافظة الإسكندرية. ولكن من النقاط الأهم أيضا التي شاهدناها اليوم تفقد ميناء الدخيلة، وتحديدا ميناء الصب الجاف الذي تم تطويره بالفعل ليسع بعد ذلك لحمولة تصل إلى من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا من الحبوب المختلفة. ميناء صب جاف يعني أنه يستقبل البضائع من الحبوب الجافة هنا في محافظة الإسكندرية، على أن يكون من أهم وأكبر الموانئ في البحر المتوسط بشكل عام. تم بالفعل تفقد هذا المكان، والآن نحن في المنطقة الأخيرة واللحظة الأخيرة، عفوا قبل المنطقة الأخيرة كان هناك تفقد المتحف الروماني وتطويره، وتطوير شارع فؤاد بشكل عام، وتطوير المساحة حول المتحف لتحويلها إلى حديقة تابعة للمتحف. المنطقة الأخيرة المتواجد أنا بها الآن حيث كان المؤتمر الصحفي وهو ميناء الإسكندرية، أيضا هناك يعني تطوير في هذا الميناء ومحطة خاصة سيطلق عليها تحيا مصر. هذا المكان يتم استقبال فيه أيضا العربات الخاصة بالمونوريل، وبينما أنا متواجد الآن هذه العربات متواجدة بالفعل ليتم يعني إرسالها للأماكن المخصصة، إما لمونوريل 6 أكتوبر أو العاصمة الإدارية الجديدة ليبدأ يعني التشغيل التجريبي. وصلت بالفعل الآن لميناء الإسكندرية. لذلك عدد من النقاط التي تم المرور عليها اليوم كما ذكرنا، وبالطبع سيكون هناك متابعة ليتم متابعة هذه المشاريع قبل موسم الأمطار كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، قبل وجود موسم الأمطار لمحاولة الحل الاستباقي والسريع للتعامل مع أزمات السيول المرورية والتغيرات سيول المياه والتغيرات المناخية. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من الإسكندرية، شكرا جزيلا لك.